السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة المتواضعة بخلف فؤاد. اليوم سنتحدث عن منصة جديدة اسمها ثري كوميرس. هذه المنصة يحتاجها أي متداول عن العملات الرقمية لزيادة أرباحه وتحويل التريدينج الخاص به إلى صفة أوتوماتيكية. فمنصة ثري كوميرس هي منصة تسمح للمتداولين بالعملات الرقمية عبر العالم لتداول العملات بصفة أوتوماتيكية، بحيث أن هذه المنصة توفر العديد من المزايا مثل تيك بروفيت الأوتوماتيكي وستوب لوز الأوتوماتيكي وتريدينج فيو كوستيم سينيالز، حيث أن تريدينج كوستيم سينيالز سيمكنك من التحليل الفني للشارت الخاص بك على مختلف المنصات مثل بولينكس بيتريكس إلى آخر ذلك. وأيضا يمكنك من خلال هذه المنصة برمجة بوتات خاصة تمكنك من بيع وشراء العملات الرقمية بصفة أوتوماتيكية، حيث أن البوت سيدرس الأسواق وسيقوم بتحديد نقطة الدخول والخروج الأنسب لك لكي تقوم بتحقيق الربح بصفة أوتوماتيكية. هذا معناه أن بفضل ثري كوميرس كل التريدينج الخاص بك وكل الأوردر الخاص بك سيكون مربحا ولن تكون هناك خسارة بالنسبة إليك. الاشتراك الشهري من أجل استخدام هذه الأدوات هو $75 في الشهر. أدعوك إلى النقر على الرابط الموجود في الديسكريبشن الخاص بهذه الفيديو من أجل التعرف على أكثر على ثري كوميرس. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى خاصة بالعملات الرقمية والأشياء المتعلقة بالربح من خلال الإنترنت.